بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الأعزاء، برحب فيكم في موضوع جديد وإن شاء الله يكون شيق. طلب مني أيضا نتكلم عن بعض أفضل أنواع البروسيسورز أو المعالجات في الحاسب. عندنا نبذة بسيطة نتكلم عنها، ما راح أطيل عليكم. في عندي أفضل بروسيسور حاليا اللي هو الـ AMD Ryzen 9 3900X، تتكلم عن عدد الأنوية 12 نواة. النواة الكيرنل اللي فيها معالج ملفات، معالج ذاكرة، معالج إدخال وإخراج، كأنه سي بي يو. فبتكلم عن 12 سي بي يو وهميا 24. السعر تقريبا $600، السعر تقريبا $600. النوع الثاني اللي هو انتل كور اي 9 8 كيرنل، فيه طاقة تخزينية 16 ميجا، وسعره تقريبا $581. النوع الثالث اللي هو اي ام دي ريزن 2600 6 كيرنل، فيه وسعره تقريبا 214. النوع الثالث عندي اي ام دي ريزن 3 2200 4 كيرنل، فيه وسعره تقريبا $93. طبعا كل ما زاد عدد الكيرنل كل ما كانت السرعة جنونية. عندي بروسيسور الـ AMD Ryzen 5 3600 6 كيرنل، فيه سعره $234. في عندي كمان بروسيسور AMD Ryzen 7 1800 8 كيرنل، فيه 8 نواة، نحكي السعر $350. عندي AMD 7 اللي هو 3700 8 نواة، سعره $328. في عندي الانتر كور اي 9 اللي هو 9980 اكس اي 18 نواة، يعني بتتكلم عن سرعة خرافية. عدد الانوية 36 دبل، سرعة 3 جيجا، زيادة السرعة اب تو 4.4، والسعر $1098. البروسيسور عندنا التالي اللي هو انتل بنتيوم جي 4560، نواتين 2 كيرنل 4 وهميات 3.5 جيجا هرتز، سعره $95. وعندي الأخير اللي هو AMD Ryzen 5 2400 جي 4 كيرنل، فيه 8 وهميات، سرعته 3600، وزيادة السرعة 3900 up to لما نكسر حاجز المعالج، والتخزين 2 ميجا، جرافيك 11. وفي عندي كمان السعر $159. إن شاء الله يا رب هاي المعلومات نال إعجابكم، وأتمنى دعمكم بالقناة، وأي إشي تتمنوه يا ريت تحطوا لي إياه في كومنت، وإن شاء الله أني أقدر